حريقة الأزهر. ايه اللي بتعمله في يوم العيد؟ بطلع الصبح اصلي العيد وبعد كده اتفسح مع اروح لقرايبي ازورهم بعد كده اطلع بالليل مع اصحابي. ايه اجمل مكان زرته في مصر؟ قلعة صلاح الدين. عادي في اي مكان، بس انا ليا مكان فيها مثلا حديقة الجيزة، ساعات بروح مول العرب كده، وبروح الزمالك عارف اي مكان، ساعات بنزل هنا وسط البلد. وحدك ولا اصحابك والاسره؟ لا ساعات صحابي وساعات خطيبتي. ايه اجمل مكان زرته في مصر؟ اجمل مكان زرته في مصر الاهرامات. ايوه وصلنا عند الاهرامات. بتخرج في العيد؟ بخرج في العيد. بتروح فين؟ بطلع الكورنيش، الهرم، جنينة الأزهر، الحديقة الدولية. وحدك ولا أنت وأصحابك والأسرة؟ لا أنا والأسرة. لا حلو مفيش حاجة وحشة، ربنا يوفقك، بلد أحسن بلد. هتقضي العيد فين؟ أو في البيت. أحسن مكان زرته في مصر فين؟ كل أماكن مصر حلوة. بس في تعليق ممكن أقوله، رحت صيف في جمصة، لقيت جمصة بقت قمة السباق. وده مصر انا بصيف فيه من 79. السنة دي لما رحت انا بروح تاني. الوضع اختلف. اختلف خالص، زبالة ومجاري وناموس، حتى مكافحة الناموس اللي كانوا شغالين بيها بطلوها خالص. دي كانت من الأماكن الحلوة في مصر.